السلام عليكم الزول الفلاوان، الحمد لله راكم بخير. رانا في مدينة واشنطن، راكم تشوفوا راه النور يطيح. هاي ثلاثة بو قالوا لي باللي القنصلية مبلعة، لومباساد مبلعة، ديفون لومباساد دالجيري شونسيلري، دونك سي فيرمي. معليش انا بغيت نقول لهم باللي المشكل تاع نيويورك هذا مكان. دونك تلاقيت مع العساس في الكونسوليات، جهه جايه جهه الاخرى، قال لي رجع للاثنين حنا ما كان حتى واحد. انا قلت لهم شوف انا بغيت يعني نوصل المشكل اللي صرا في نيويورك، يعني كيف واحد مواطن جزائري ما بغوش يخدم له بروكوراسيون. فوالا، باسكو على بالكم كي عندكم مشكل مع الكونسوليه لازم تشوفوا لومباساد سفاره، هذه نورمال حاجه عاديه. فوالا قال لي لا، قال لي اليوم مسكرين. قلت على بالي مسكرين، بصح اسكو هو كان واحد بيرمانونس، واحد يقدر يعني يسمط لي يسمعني زوج دقائق برك هذا مكان. قال لي ارجع الاثنين. انا على بالي بلي الاثنين غادي يقول لي روح للالجي، باسكو هنايا خاطينا تعليمات جاو من الجي، باسكو درت لونكيت تاعي والمشكل جا من الجزائر، يعني ماشي الكونسوليه، تعليمات جاو من الجزائر قالوا لهم بلي ما تخدموا له حتى حاجه وما تخلوش يدخل. فوالا سفارة جمهورية جزائرية ديمقراطية، كما تشوفوا ديمقراطية شعبية، رانا بعاد. معليش ان توكا العلم شباب ما شاء الله، فوالا العلم شباب. على بالكم سي با فاسيل بلادنا، باسكو المشكل تاع بلادنا تعرفوا وين راح؟ حنا نتقلقوا بزاف، بغاكم تشوفوا ما نبسلش عليهم اليوم باسكو راهم بلعوا الباب معليش. نورمالمون على بالكم في كاع لي زامباساد في العالم كان لا بيرمانونس، كان واحد يقول شا كاين، باسكو اون سي جامي، بالك واحد يتوفى، بالك واحد يمرض حاجه كراف. على بالكم دائما في لي زامباساد كاين اون بيرمانونس بور لي كا اورجون، يعني اي حاجه اورجونس ادمينستراتيف ولا باغزومبل واحد يبغي يطردوه، على بالكم بلي كاين اون بيرمانونس في لامباساد. باغزومبل لا بوليس تاع باغزومبل تاع الماريكان تعيط لامباساد تقول له فوالا لازم نطردوا واحد اليوم، يعني لامباساد دير كل شيء، دير ليسي باسي ما يطردوه، ولا واحد توفى يخدموا له كواتون اورجونس ولا اي حاجه يعني اورجونس. بون انايا ما عنديش حاجه اورجونس، يعني باه نوصل يعني المشكل اللي صرا لي في كونسوليه جزائريه في مدينه نيويورك، وشفتوا باللي لو كونسولا ما شاء الله شباب بزاف، ها فور سانكيام افنيو كيما شونزيليزي. بون على بالكم باللي كي تشوفوا باللي مواطن عادي ما يقدرش يدير سيرتيفيكات ريزيدونس في بلادو، وشفتوها اون ديريكت على المباشر في عين مران في ولايه شلف، كي مواطن عادي ما يقدرش يدير بروكوراسيون في الكونسوليه الجزائريه في الخارج، على بالكم باللي سافودير باللي عندنا مشكل كراف في بلادنا. بون انايا نقدر يعني نوصل المشكل تاعي ندير في اللايف معكم وراكم شاهدين، صح مسكين واحد مواطن عادي ما عنده لا لايف لا بالك يخاف، بالك يقول له كنشكي كاش ما يصرالي مشكل في المطار كيما خونا سليم يزه في مطار تاع بيسكرا. على بالكم بلي دخلوا الحبس في غردية ولا لا؟ ود باتنا والله مسكين راح البلاد توفى باباه ربي يرحمه، كي بغى يرجع لفرنسا باسكو يسكن في فرنسا، قالوا له لا انت عندنا مشكل معاك، بصح ما بغاوش يقبضوه كي دخل، لا كي خرج برك في مطار محمد خيدر في بسكرة، ومسكين وصلوه الغردية ودخلوه الحبس. على بالكم بلي سي كراف هذه. وهذا فارد بالجاوي اللي راه يلعب 20,000 مليار سنتيم جزائرية اللي طاحها له شكيب خليل في 2003 يلعب بهم في البورصة، اللي عنده 250 مليون دولار عقار في العالم، اي في نيويورك عنده 50 مليون عقار، يعني 850 مليار سنتيم جزائريه. هذا على بالكم ما يحوسوش عليه، راه في دبي راه عايش لا بيلفي، ما خاصو والو، وسي طيب لوح وزير العداله ما يحوس عليه ما والو، هو راه يحوس مساكين مواطنين عاديين كيما هذا سليم يزه مسكين، كيما مرزوق تواتي في بجايه، عنده الوقت باش يحبسهم ويدخل ويفوتهم قدام قاضي التحقيق ووكيل الجمهوريه ويوصلهم الحبس نورمال. بصح شكيب خليل اللي سرق ملاير راه يدور نورمال، فارد بجاوي راه عايش لا بيلفي في امارات في دبي،
واش كاين فالي وتلقى الدور لاباس بيه ترونكيل، سرق الجيش، سرق سوناطراك، خدع الجيش، راه ترونكيل هاني. كيسولو في الحضرة وكلشي لا بيل في، ومساكين مرزق تواتي في بجاية، سالم يزا في غردية، وين رانا رايحين؟ وين وين؟ ولا كوكايين راهي دايرة حالة. بون دوك نقول لكم الكونسولية، ما شاء الله شابة. Très beau consulat algérien ici à Washington. Bon, ça me doit. Donc, l'ambassade Jaya, Jiha Lokhra, Prigal Lokhra Naya, ou le consulat Jiha Lokhra. Voilà, des deux côtés. Il y a dit d'un côté consulat, d'un autre côté ambassade. Alors, là, le Wikijit, voilà, machallah, c'est un tableau normal, a dit, voilà, vraiment, il y a tout ça. Il y a dit, mais je suis là, 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 والساع هنايا العساس خرج قال لي شوف شوف على بالك بلي بلا فوق نقول لكم بلي بلا ما كاش حتى مشكل فوالا موندي ثرو ثيرزداي يعني من الاثنين حتى الخميس محلوله مفتوحه من 9 حتى الوحده من بعد الزوج 3 يعني يحلوا الساعه العشيه واللي بغى يدير فيزا يعني كيف كيف من الوحده ل 11 ومن بعد من الزوج حتى الربعه من الاثنين حتى الخميس يعني انا ما عنديش مشكل يعني بالعلم ما كاش مشكل انا قلت له اسكي كان واحد عنده يدير لا بيرمانونس باسكو كيما قلت لكم دون توت لي زامباساد في العالم كامل كان واحد يدير لا بيرمانونس بوغ اون اورجونس فوالا بون ما نديش نديرونجي مسكين باسكو يما ريسبكتي خرج فهمني قال لي رجع للاثنين ما عندي حتى مشكل فوالا عسى سيدي خدم دو حنا ماناش هنايا نديرو مشاكل الناس عم يخدموا اوكان بروبليم او بليس عساس جزائري هذيك خطا كي رحت لاكوي الاستقبال في لامباساد ما كانش جزائري قلت لهم على ما تخدموش واحد جزائري سي ميو واحد في لاكوي في الاستقبال يديروا جزائري خير اون توكا هنايا في الكونسولا سي ان الجيريان دونك سا في بليزير فوالا كونسولا الجيريان سي ان الجيريان كي ترافاي بس على لامباساد الجيريان سي با ان الجيريان كي ترافاي في الاستقبال سي ان بو دوماج يا بوكو دو شومور ان الجيري اون بو يعني يقدروا يديروا يبوشوا واحد جزائري بون راكم تشوفوا بلي انايا عندي الوقت كما فهمكم صافي لونتون 20 سنه كيما هكا انا العالم دورو كيما دير بيترو كيما واحد يقبض الطوبيس باب الزوار ولا بالعكنون ولا الساديه في وهران ولا غرديه نورمال جي تو مون طون عندي كاع الوقت اسيدي ربي الحمد لله ربي يعطينا ان شاء الله الصحه باه نشدوا هذو 20 سنه على بالكم باللي عندنا مرض عميق في بلادنا كيما قلت لكم الوازي العداله راه لاهي مع مرزوق تواتي في بجاية راه لاهي مع سالم يزا في باتنا وغردايا وراه لاهي معايا انا كي كنت نمشي في 2014 مشيت 3124 كيلو راه لاهي معايا يدير لي قضيه خطرات في الجزائر خطرات يديرها في اقبو كما شفتوا بصح ماهوش لاهي مع شاكيب خليل مع ود قدور مع فريد بجاوي مع السراقين الكبار هذه لا هذو محوش كاع عليهم اللي سرقوا بال 10000 مليار سنتيم نو هذو ما قلبوهمش هذو على بالكم علاه باسكو سي اون مافيا ودي لا مافيا على بالكم بي راهم يلد في اليد في رحبه ماشي كيما الشعب راهم كاع مقصوب كومبلي بصح هذه لا مافيا على بالكم عندهم لا سوليداريتي اي سون تري سوليدير يعني كل خاوه حتى واحد ما يطلقش خوه ها هو القدور كيف يخدع الجيش يخدع يسرق الجيش يسرق يقعد في الطابله واحده مع سي قايد صالح انا ما فهمتش انا والله سي قايد صالح جي با كومبلي على بالي بون سي قايد صالح عندي الرساله ليه يعني على بالي بلي كل عام تروح امارات كل عام عندك علاقات ما شاء الله الجزائر مع امارات على بالك بلي فريد بجاوي راه ساكن في دبي في امارات ان شاء الله نطلب منك والشعب الجزائري كامل يطلب منك خطوه اخرى كي تروح امارات اطلب من الحكومه تاع دبي بلي نعطي لك هذا فريد بجاوي ودخل معاه البلاد وتقدمه قدام العداله الجزائريه يعطيك الصحه ان شاء الله رانا ندير لك هذه لا دوموند هذه الرساله كي تروح الامارات جيب معاك في الباجاج هذا فريد بجاوي وقدموا العداله قدموا الوزير العداله سي طيب لوح ومن بعد قدموه او قاضي تحقيق في الجي ما شاء الله انا تلاقيت مع واحد قاضي تحقيق في محكمه سيدي محمد فريمون يعطيه الصحه بروفيسيونال قدموا ويحكي كي دار مع هذوك 2 مليار دو دولار اللي طاهم له يلعب بهم لا بورس شاكيب خليل في 2003 كي دار باه تجمع 250 مليون دولار باه يشري عقار في العالم كي دار بالحل 17 لي كونت في بنما باه يخبي دراهم راكم تسمعوا 17 لي كونت 17 كونت بانكير باه يخبي دراهم كي دار باه شرى الدار شاكيب خليل هنا في واشنطن
في بوتوماك وفي روكفيل كي دار باه كيف دار شركه دارها 6 شهور بركا غايان اسيت مانجمنت ومن بعد شكي بخلي طالو 2 مليار دو دولار يعني اي واحد يدير لونساج باغ اكزومبل اليوم رانا في موجفيي يعني جانفيي صون اترك تعطيكم 2 مليار دو دولار ولعب بهم لا بورس 2 مليار دو دولار طاحت 20000 مليار سنتيم على بالكم باللي ما تدخلش كاع في الراس هذه دونك فوالا على بالكم باللي نحترموا الجيش الجزائري بصح رانا باغيين باللي مش قايد صلاح نائب وزير الدفاع لخطه اخرى ان شاء الله كي تروح امارات جي معاك في القفه كما نقولوا حنا في الدوار فريد بجاوي باسكو على بالكم العداله الجزائريه ما دارت والو ضد هذا الانسان اللي سرق البلاد كومبلي راكم تسمعوا ولا لا العداله الجزائريه ما شاء الله ما لا في اوكون انكيت اوكان موندا داري انترناسيونال لي ايطاليان داروا موندا انترناسيونال بصح امارات ما بوش قاعد يعرفوا بهم دونك الحمد لله الجزائر عندها علاقات ملاح مع امارات دونك نطلبوا من مسيو كيت صالح كي تي كابابل دو ليسونسي بوكو دو جون شفتوا واش دار مع الدي جي اس مع الدرك الوطني شفتوا جينيرال في اتاشي ميليتير في سفارات جزائريه في باريس خرجهم كاع جيسبير ان شاء الله تقدر تجيب لنا مسيو فريد بجاوي وحده على بالك بلي نحترموك بزاف بصح جيسبير بلي الفساد فاني داتاكيه il faut attaquer la corruption en Algérie. Voilà. بارك الله فيكم. رانا نستنى لي زالجيريان اللي راهم باغيين يشربوا قهوه في هنايا في ستاربكس كافي ماشي بعيده اللي هنا 400 متر شربوا قهوه ومن بعد طريق بريتسبرغ كليفلاند شيكاغو كانساس سيتي دنفر لاس فيغاس و سان فرانسيسكو ان شاء الله. فوالا عندي الوقت وكما فهمكم الساعه مع الغساخري في فيلادلفي فهمكم باللي هذو الناس راهم يخبوا دراهم تاع الشعب الجزائري في ولايه دولاوير هنا في الماريكان سي ان باردي فيسكال كوم لا سويس كوم بنما وفيها بزاف فيها بزاف ومن بعد ندير لكم واحد امتي لايف سبيسيال ان شاء الله هيا السلام عليكم وتهلاو في روحكم وتحيه الجزائر بيان سور تحيه الجزائر نكمل مع العلم الجزائري باسكو حنا نحترموا العلم الجزائري ورانا باغيين باللي هذو الناس اللي ماتوا ربي يرحمهم شهداء باه تكون الحريه في البلاد ما ينساوش باللي الفساد ما راحش في العلام ما كاش محطوط الفساد في العلام هيا السلام عليكم.